السلام عليكم وبركاته. اليوم معكم فهد من قناة مدريد يا أهلاوي، واليوم عندنا اللعبة هذه اسمها وندر زو. وزي ما تشوفوا دحين هنا عندي الفيل الهندي، وهنا عندي الثور، و بجيب الولد شوفوا هنا زي السرير هذا، وهنا ناخذ من آيس كريم الفلوس، وهنا عندي السلحفاة، وهنا عندي التيركس الديناصور التيركس، وهذه اللافا، وهنا عندي الديناصور هذا ما اعرف ايش اسمه والله، وعنده ولد، وهذا هنا عندي حيوان اسطوري، وهنا عندي الغوريلا، وهنا عندي ديناصور والله ما اعرف اسمه زفت الولد، وهنا عندي الجاكوار ان شاء الله اجيب له وان شاء الله راح اصيد، وهنا عندي القرد بجيب له قال اجيب له ولد شوفوا. وهنا عندي آلة بيتزا، وهنا آلة ايس كريم، وهنا تمثالين، تمثال للأسد وتمثال للأخطبوط. والله كان عندي أسد أنا، وكان عندي صقر، بس بعتهم. وهنا عندي زي البيت هذا، وهنا عندي ورود، هنا عندي ورود، هنا عندي زي البيتين كذا، هنا هذه زينة. طيب ودحين نشوفه هنا، هذا ليفل 15، هذا الديناصور هذا التريكس اللي اول جبته، هذا نحن ليفل 13. يلا دحين نروح نصيد الديناصور، دوا الديناصورات ما معنا فلوس دحين ما ادري شو نسوي. شوفينا زي ما تشوفون البنزين تحت على اليسار. اللعبة حلوة اسمها وندر زو. قاعدين نبحث نبحث ما في أي شيء هنا في الخريطة هذه، إذا جاتك علامة زائد يعني أروح لها ويجيني ديناصور وأخذه. البنزين بيخلص وما لقينا شيء. خلاص خلص البنزين. ويمديكم ترجعون عادي، خليني اجيب هذي تجيب لي فلوس كل دقيقة نص، هذي تجيب لي فلوس كل نص ساعة. الحين بقي لها 12 دقيقة، ويلا نشوف ايش عندنا نروح نصيده. طبعا هنا عندي ليفل 15 ببغاء احمر، انا الحين ليفل 13. هنا نمر ثلجي طبعا، هذا شكله يضحك البقرون. هنا نمر ثلجي ليفل 18 وانا ليفل 13 لسه. هنا عندنا الباندا غالي 90 ألف، وهنا الإيجوانا 76 ألف، وهنا عندنا النمر ما ادري يمكن احنا راح اصيد النمر. عندنا هذا الغزال عن كنغر، وهنا أوريكم على اللعبة. شوفوا هنا عندنا السلحفاة بس كبيرة شوية، هنا عندنا دب، هنا عندنا ماعز، هنا عندنا إجوانا، هنا عندنا نسر، هنا عندنا نمر ما أدري والله هذا شو اسمه، وكنغر. هنا عندنا والله هذا ما ادري يعيش في الثلج. عندنا هنا نسر، وهنا عندنا غزال ما اعرف ايش اسمه، هنا عندنا القندس، هنا وزة، هنا فلامينجو، هنا تمساح، هنا والله انا ما ادري ايش اسمه، ابو منقار نسميه. هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا ليفل 38، ليفل 39،
هنا هذا ما ادري شو اسمه، ثعلب ثلجي شكله، هنا حصان، هنا ارنب لون 32، هنا ديك، هنا نزال، هنا حصان حلو، هنا غنم، هنا ثعلب، هنا حصان نوع ثاني، هنا ماعز، هنا ارنب نوع ثاني، هنا حصان نوع ثاني. شوف هنا، هاي طبعا حيوانات اسطورية اللي هنا، اول اثنين هذي. عندك هذا ما ادري ايش اسمه، هذا ثعلب ثلجي، ذئب ثلجي، غزال، هذا جاكور ثلجي، هذا ارنب نوع، هذا بطريق، هذا والله ما اعرف ايش اسمه، هذا بومة شكلها، هذا دب ثلجي، بطريق نوع ثاني. شوف هذا حيوان اسطوري هذا. هنا هذا فقمة، دلفين، قرش، هذا والله ما ادري ايش اسمه، حوت قاتل، سلحفاة، اخطبوط، هاي السمكة اسمها سمكة الشيطان عشان تشبه الشيطان، هذا اسد البحر، هنا قرش، هذا ما ادري ايش اسمه والله، اخر واحد. ونشوف الحين، شوفوا القرد، جالو زعلان جاني، شوف القرد جا الولد حقه، هو كيف صغير ولد. شوف الحين القرد بقي لي واحد، شوف هنا هذا علامة الحيوانات تحت على اليمين، بقي لي واحد مديني أبيع القرد، وبجيب لي ولد ثاني. جبت له ولد ثاني، ولد الثور الثاني لسه مولد، ناخذ فلوس، قاعد يولد الثور وبس. والله هذا اللي كنت ابغى اوريكم، ومع السلامة. واسم اللعبة وندرزو. وقبل لا اوريكم، بس هنا بوريكم شيء، شوف هذا هنا هدايا تجيكم كل 24 ساعة، الحين بقي 18 ساعة، وهنا 5 قلوب فيه، إذا جبتها تدخل عادي تجي. شوفوا هنا فوق على اليمين، هذا أنا كان عندي حيوانات بس سرقها. نشوف دحين القلوب من هنا تجي، نشوف نروح لمزرعة فيها قلوب، لا والله ما فيها قلوب. وبس والله هذا كنا نبغى نوريكم اياه، مع السلامة.